السلام عليكم حبيباتي الغاليات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وبصحه وبخير وعافيه. ان شاء الله تجوزوا نهاركم مبروك كما عودناكم على وصفاتنا الجميله والجيده، خاصه لصبغ الشعر. يعني راح نبذلوا يعني مجهود كبير باش نقدم لكم وصفات طبيعيه لصبغ الشعر وللمحافظه على الشعر طبيعي وناعم وذات صحه جيده. اليوم جيتكم بوصفه لصبغ الشعر باللون الزيتون، وصفة رائعة جدا. يعني ان شاء الله تكون تعجبكم هذه الوصفة. ولكن قبل ما نبدأ في الوصفة تاعنا، نتمنى كل واحد دخل عندي جديد القناة متنساوش اشتراك في القناة، كذلك البنات اللي دخلوا جديد متنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد ومجنان ان شاء الله. نبدأ في الوصفة. والمكون اللي هو زيت الزيتون. زيت الزيتون عنده يعني خاصية يعني 100% لصبغ الشعر او تغيير في لون الشعر، يعني هو يغير لون الشعر. لكن الشعر تاعك لونه يعني اسود وتبقى ديريه في زيت الزيتون، راح يتغير لون الشعر تاعه ويتفتح وما يقعدلكش يعني اسود غامق. لان زيت الزيتون كذلك عنده يعني خاصيه انه يعالج الشعر الجاف والمشاكل يعني اللي تصيب الشعر تاعنا، لانه غني بفيتامين او، وكذلك يعالج الشعر المقصف والمجعد. بالاضافه الى ذلك فهو يحفز نمو الشعر الجديد ويرطب الشعر بشكل فعال، لذلك فهو من افضل العلاجات اللي تستعمل لعلاج الشعر، وخاصه يستعملوه لصبغ الشعر. يعني يستعملوه مع مواد لصبغ الشعر لانه هو يؤثر على هذيك المواد ويخلي الشعر تاعنا يتغير اللون تاعه. راح ندير ملعقه كبيرة تاع أكل من زيت الزيتون، يكون حر. يعني استعملوا زيت الزيتون الحر باش يعطيكم نتيجة. إلا ما استعملتوش زيت الزيتون الحر ما غاديش يعطيكم النتيجة اللي رانا يعني راح نوصلوا لها، واللي هو الشعر المصبوغ باللون الزيتوني. يعني كان نحبوا اللون الزيتوني. كذلك راح نستعمل معاه العسل، لأن العسل كذلك يعمل على تفتيح لون الشعر تاعنا، خاصة انه يحتوي على انزيم جلوكوز اوكسيدير، هو اللي يخلينا لون الشعر تاعنا يتبدل. كذلك القرفة تعمل البنات هنايا، راح نستعملوه مع القرفة، يعني العسل والقرفة هما اللي راح يزيدونا في تغيير اللون، هما اللي راح يعني يساهموا في تغيير اللون. بالنسبة للعسل راح ندير 2 ملاعق او 2 مغارف كبار تاع اكل، يعني نديرو ملعقتين يكونوا كبار، يكونوا مملوئين جيدا من العسل. العسل العادي يعني ماشي شرط انك تستعملي عسل حر، لا لا، تستعملوا العسل العادي لان العسل كذلك يساعدها ترطيب الشعر وتنعيمه وتفتيح اللون تاعنا تاع الشعر. كذلك يعني نستعملوا القرفه، كما قلت لكم القرفه كذلك تساعد على تعزيز لون الشعر الفاتح، يعني تفتح اللون تاع الشعر تاعنا. نستعملوها يعني مطحونه، خاصه كي تكون مع زيت الزيتون راح يشاركوا في تغيير اللون. هنستعمل ملعقة صغيرة من القرفة تكون مملوءة جيدا، لأن القرفة كذلك موتكم يعني عندها خاصية كبيرة في تغيير اللون تاعنا، راح تعطينا لون رائع جدا. يعني مقدروش تستغنوا على القرفة في هذه الوصفة. كذلك هنايا راح نستعملوا الخل. يعني كاين معلومة البنات خاطئة سألوني عليها، أن وحدة قالت أن الخل هو اللي يدير الشيب، العكس. البنات هنايا الخل هو اللي يستخدم، خاصة خل التفاح هو اللي يستخدم لإخفاء الشيب، ماشي هو اللي يدير الشيب. يعني انا درت وصفه سبق لي ودرت وصفه فيها الخل التفاح لصبغ الشعر ولازاله الشيب، وحده راهي دارت لكم كومونتير ان الخل هو اللي يدير الشيب، العكس. يعني بحثوا عليها مليح البنات، بحثوا عليها مليح، راح تصيبوا باللي الخل هو اللي يخفي الشيب، لانه يحفظ الميلانين. هذا الميلانين يعني صبغه لي في البصيلة تاع الشعر تاعنا، هو اللي مسؤول على صبغ الشعر تاعنا. الخل التفاح هو اللي يحفظ الميلانين في البصيلة تاع الشعر، ويعمل ايضا على تحسين صحة فروة الرأس، ويخلصنا كذلك من القشرة تاع الرأس. يعني عنده فائدة كبيرة للشعر تاعنا البنات، يعني استعملوه الخل ما عنده حتى اضرار. يعني ننصح البنات باش يستعملوه للقشرة وكذلك في تغيير لون الشعر. راح نستعمل منه كاس تاع يعني اتاي، يعني هذا هو الكاس الاتاي كما كنتم تشوفوا. استعملوا كاس مملوء من خل التفاح للشعر تاعنا، راح نضيفوه على المكونات السابقه
ونبقاو نخلطوا جيدا جميع المكونات مع بعضها كما راكم تشوفوا، يعني حتى تحصلوا على خليط متجانس. بالنسبه لطريقه الاستعمال، هذه الوصفه نستعملوها على الشعر تاعنا، يعني لازم يكون مشوط المشط الشعر تاعنا جيدا، يعني باش يكون مسرح والوصفه تاعنا توصل لجميع انحاء الشعر تاعنا. كما راكم تشوفوا البنات هنايا، راح نوزع كامل هذه الوصفه على الشعر تاعك، وخليها يعني ديريها في قبل ما ترقدي، يعني خليها ليله كامله حتى الصباح عاد بتغسلي الشعر تاعك. لازم تقعد 12 ساعه هاد الوصفه، يعني ليله كامله، وتقدريها الصباح وتغسليها عشيه، يعني كيما تحبي انت، يعني في الليل احسن انك تنامي بها، ما غاديش تغبنك يعني في النهار هاي تغبنك بزاف. ديروها في الليل وصباح، يعني غسلي الشعر تاعك وراح تعطيك اللون الزيتوني اللي كحبات انتيا. هذه هي الوصفه، نتمنى انكم تستعملوها البنات. هذه الوصفه ماشي من اول استعمال، يعني استعملوها مرتين في الاسبوع، راح تعطيكم اللون اللي كحباته، وتعطيكم الشعر يعني ناعم وشعر لامع وشعر رطب وشعر حريري. ان شاء الله يعني تعجبكم هذه الوصفه، ان شاء الله تجربوها. ما تنسوش تخلوا لنا التعليقات تاعكم، يعني التعليقات تاعكم يهمونا، خلوا لنا الراي تاعكم في التعليقات، وما تنساوش كذلك لايك ثم لايك ثم لايك البنات لا فيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، دمتم في رعايه الله وحفظه.